عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة ستة، اخباركم ايه؟ في فيديو النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض درس الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني. الفيديو اللي فات كنا وقفنا مع بعض عند احتلال بريطانيا للقاهرة في 14 سبتمبر لعام 1882. هنكمل مع بعض الدرس النهاردة بإذن الله، وهنتعرف الآن على السياسة البريطانية في مصر. كانت ايه السياسة البريطانية في مصر يا شباب؟ رقم واحد، اتبعت بريطانيا سياسة السيطرة على كل مرافق البلاد. اتبعت بريطانيا سياسة ايه؟ السيطرة على كل مرافق البلاد. اصبح المعتمد البريطاني هو الحاكم الفعلي للبلاد، تمام؟ وكان اول معتمد بريطاني لمصر كان اللورد كرومر أول معتمد بريطاني لمصر. رقم 3، قامت إنجلترا بإلغاء المراقبة الثنائية اللي هي البريطانية والفرنسية. طيب ليه؟ بما تفسر؟ تقولي للسيطرة على مالية البلاد لمصلحة البنوك الأوروبية. رقم 4، ألغت مجلس النواب الذي عاصر الثورة العرابية. رقم 5، حولت مصر إلى قاعدة زراعية. ليه؟ بما تفسر؟ تقول لي لتزويد الصناعة البريطانية بالقطن المصري مع إهمال الصناعة المصرية، تمام؟ رقم 7، فرضت الضرائب الباهظة على المصريين. رقم 8، خفضت الإنفاق الحكومي خاصة ميزانية التعليم والصحة. يبقى بريطانيا خفضت الإنفاق الحكومي خاصة ميزانية التعليم والصحة. وكمان رقم 9، ألزمت مصر بدفع تعويض لإنجلترا مقابل الخسائر اللي نتجت عن العمليات الحربية أثناء الاحتلال. يعني بيحتلونا وكمان بيلزمونا بدفع تعويض ليهم مقابل الخسائر اللي نتجت عن العمليات الحربية أثناء احتلالهم لينا. يبقى السياسة البريطانية في مصر كانت إيه؟ رقم 1، اتبعت بريطانيا سياسة السيطرة على كل مرافق البلاد. رقم 2، أصبح المعتمد البريطاني هو الحاكم الفعلي للبلاد، وكان اللورد كرومر هو أول معتمد بريطاني لمصر. وقامت رقم 3، قامت إنجلترا بإلغاء المراقبة الثنائية. ليه بما تفسر؟ تقولي للسيطرة على مالية البلاد لمصلحة البنوك الأوروبية. رقم 4، ألغت مجلس النواب الذي عاصر الثورة العرابية. رقم 5، حولت مصر إلى قاعدة زراعية. ليه؟ تقولي لتزويد الصناعة البريطانية بالقطن المصري. رقم 6، مع إهمال الصناعة المصرية. رقم 7، فرضت الضرائب الباهظة على المصريين. رقم 8، خفضت الإنفاق الحكومي خاصة ميزانية التعليم والصحة. رقم 9، ألزمت مصر بدفع تعويض لإنجلترا مقابل الخسائر التي نتجت عن العمليات الحربية أثناء الاحتلال، تمام؟ طيب، الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال. طبعا أكيد هيجي شخصيات تقاوم الاحتلال البريطاني. بعد مين؟ بعد أحمد عرابي. تعالوا كده نتعرف عليهم. أولا بيقول لي أدى تآمر الخديوي توفيق وأتباعه على الحركة الوطنية إلى الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882. طبعا احنا في الفيديو اللي فات قلنا مع بعض ايه؟ قلنا ان تآمر الخديوي توفيق واتباعه على الحركة الوطنية وخيانة ديليسيبس العرابي دي كانت عوامل او اسباب ادت الى فشل الثورة العرابية واحتلال بريطانيا لمصر عام 1882. وبالرغم من ذلك الاحتلال الا ان الشعور الوطني ظل موجودا عند المصريين الذين ادركوا انهم يستطيعون الاستمرار في التمسك بالمطالب الوطنية التي نادى بها الزعيم احمد عرابي. من الشخصيات المصرية التي وقفت ضد الاحتلال مين؟ تقولي مصطفى كامل ومحمد فريد. اولا مصطفى كامل وهو باعث الحركة الوطنية. مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية. تولى مصطفى كامل زعامة الحركة الوطنية في أواخر القرن التسعتاشر الميلادي. أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
طيب الآن هنتكلم مع بعض عن كفاح مصطفى كامل ضد الاحتلال. كفاح مصطفى كامل يا شباب فيه كفاح داخلي داخل مصر يعني، وليه كمان كفاح خارجي خارج مصر. يلا بينا نتعرف على كفاح مصطفى كامل الداخلي اللي هو ايه داخل مصر. عمل ايه مصطفى كامل؟ رقم واحد، قام بإلقاء الخطب وكتابة المقالات. طيب ليه؟ بما تفسر؟ قيام مصطفى كامل بإلقاء الخطب وكتابة المقالات تقولي بهدف تجديد الشعور الوطني للمصريين وزيادة كراهية الاحتلال ورفض وجوده. تجديد الشعور الوطني للمصريين وزيادة كراهية الاحتلال ورفض وجوده. رقم اتنين، قام مصطفى كامل بإقناع المصريين بأن جلاء الاحتلال ليس مستحيلا. جلاء الاحتلال أو خروج الاحتلال من مصر ليس مستحيلا. رقم ثلاثة، اتصل بالقوى الوطنية داخل مصر التي يمكنها مساندة المطالب المصرية وهي الجلاء والاستقلال. يبقى مصطفى كامل اتصل بالقوى الوطنية داخل مصر. طيب القوى الوطنية التي يمكنها ايه؟ يمكنها مساندة المطالب المصرية. وايه هي المطالب المصرية؟ تقولي الجلاء والاستقلال. رقم اربعة، عمل على كسب تأييد الخديوي عباس حلمي الثاني الى صفوف الحركة الوطنية. رقم خمسة، اسس جريدة اللواء عام 1900. طيب ليه؟ ايه دور جريدة اللواء؟ ها؟ تقولي لنشر الوعي الوطني للمصريين. رقم اتنين، كشف المزاعم الانجليزية وسياسة الاحتلال في مصر. يبقى اسس جريدة اللواء عام 1900 ليه؟ لنشر الوعي الوطني للمصريين وكشف المزاعم الانجليزية وسياسة الاحتلال في مصر. جميل، سياسة مصطفى كامل بقى خارج مصر عمل ايه؟ اتصل بالقوى الدولية التي يمكنها مساندة المطالب المصرية. تمام، يبقى اما اقول لك بما تفسر اتصال مصطفى كامل بالقوى الدولية، ها تقول لي ايه؟ تقول لي لمساندة المطالب المصرية. تمام، يبقى اتصل بالقوى الدولية التي يمكنها مساندة المطالب المصرية ومنها فرنسا. فرنسا كانت من اكبر المؤيدين للحركة الوطنية. تمام، لكن سرعان ما تخلت فرنسا عن تأييدها لمصطفى كامل بعد أن عقدت مع إنجلترا الاتفاق الودي سنة 1904، فتخلت عن تأييدها لمصطفى كامل وعن قضية استقلال مصر. طيب إيه الاتفاق الودي ده؟ الاتفاق الودي اللي حصل سنة 1904 ما بين إنجلترا وفرنسا نص على موافقة فرنسا على إطلاق يد إنجلترا في حكم مصر مقابل موافقة انجلترا على اطلاق يد فرنسا في حكم المغرب. اول ما حصل الاتفاق ده بينهم على طول سرعان ما تخلت عن تأييدها لمصطفى كامل وعن قضية استقلال مصر. طيب اما اقول لك ما النتائج المترتبة على كفاح مصطفى كامل ضد الاحتلال، او ما النتائج المترتبة على اتصال مصطفى كامل بالقوى الدولية، ها ايه النتيجة؟ تقولي رقم واحد، عزل اللورد كرومر اللي هو المعتمد البريطاني من منصبه. تم عزل اللورد كرومر اللي هو المعتمد البريطاني، اتعزل من منصبه عقب حادثة دونشواي اللي حصلت سنة 1906. رقم اتنين، انشاء الحزب الوطني المصري عام 1907. انشاء الحزب الوطني المصري عام 1907. وتوفي مصطفى كامل في فبراير 1908. تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني وبدأ يكمل كفاح رفيق مصطفى كامل ضد الاحتلال. يلا بينا نشوف كفاح محمد فريد. محمد فريد هو رمز الإخلاص والتضحية. محمد فريد هو رمز الإخلاص والتضحية. بيقول لي وضع محمد فريد برنامجا لسياسة قومية. البرنامج ده عشان يتنفذ هيتنفذ من خلال ايه؟ تقول لي من خلال تحرك جميع القوى السياسية في البلاد لبحث المشكلات الداخلية والخارجية لتحقيق الاستقلال.
يبقى محمد فريد وضع برنامج لسياسة قومية. طيب البرنامج ده هيتنفذ من خلال ايه؟ من خلال تحرك جميع القوى السياسية في البلاد وبحث المشكلات الداخلية والخارجية ليه؟ لتحقيق الاستقلال. طيب دعا لايه؟ محمد فريد دعا الى رقم واحد جلاء الاحتلال البريطاني عن مصر، يعني خروج الاحتلال البريطاني عن مصر. رقم اثنين انشاء مجلس نيابي وتأسيس حكومة وطنية مستقلة. إنشاء مجلس نيابي وتأسيس حكومة وطنية مستقلة. كمان دعا إلى إنشاء مدارس ليلية. ليه؟ بما تفسر؟ تقولي لتعليم العمال والفقراء مجانا. لتعليم العمال والفقراء مجانا، تمام؟ رقم خمسة رفض مد امتياز شركة قناة السويس عام 1910. يبقى دعا محمد فريد إلى إيه؟ إلى جلاء الاحتلال البريطاني عن مصر، إنشاء مجلس نيابي، تأسيس حكومة وطنية مستقلة، إنشاء مدارس ليلية. ليه بما تفسر؟ لتعليم العمال والفقراء مجانا. كما رفض مد امتياز شركة قناة السويس عام 1910. جميل. طيب إيه النتيجة المترتبة على كفاح محمد فريد ضد الاحتلال؟ إيه نتيجة كفاحه؟ تقولي بدأت السلطات الحاكمة في مصر وسلطات الاحتلال البريطاني في تضييق الخناق على محمد فريد ومراقبته. يبقى بدأت السلطة الحاكمة في مصر وسلطة الاحتلال البريطاني تعمل ايه؟ في تضييق الخناق على محمد فريد ومراقبته. طب كانت ايه النتيجة؟ ما النتائج المترتبة على قيام السلطات الحاكمة وسلطات الاحتلال البريطاني في التضييق على محمد فريد ومراقبته؟ النتيجة ها تقولي اتجه محمد فريد الى مد نشاط الحركة الوطنية الى اوروبا على طول. اتجه محمد فريد الى مد نشاط الحركة الوطنية الى اوروبا، وشارك في الكثير من المؤتمرات لبحث المشكلات المصرية اللي هي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناداة باستقلال مصر. يبقى محمد فريد نتائج كفاحه ضد الاحتلال ايه؟ ان السلطات الحاكمة في مصر وسلطة الاحتلال البريطاني بدأت تضيق عليه وتراقبه. طيب ايه النتيجة المترتبة على ده برضو؟ تقولي اتجه محمد فريد الى مد نشاط الحركة الوطنية الى اوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات لبحث المشكلات المصرية. رقم ثلاثة المناداة باستقلال مصر. تمام؟ لو أنا سألتك قلت لك بما تفسر اتجاه محمد فريد إلى مد نشاط الحركة الوطنية إلى أوروبا، ها ليه عمل كده؟ بما تفسر؟ تقول لي حيث بدأت السلطات الحاكمة في مصر وسلطة الاحتلال البريطاني في التضييق عليه ومراقبته. توفي محمد فريد عام 1919. إلى هنا هينتهي الدرس. بتمنى منكم ان انتوا تذاكروا كويس جدا، تربطوا الاحداث ببعض، نركز جدا في اسئلة بما تفسر وما النتائج، نحل اسئلة كتير جدا يا سنة ستة على قد ما نقدر. شكرا جزيلا، موافقين دايما ان شاء الله. السلام عليكم.